اهلا معبد فيلا. احنا هنا على الجزيره، مش دي مش جزيره فيلا عموما، جزيره فيلا دلوقتي تحت الميه موجوده خالص، يعني الوقت ده بتلاقوها تماما تحت الميه، مش بتلاقوا حاجه منها غير العمدان الحديد اللي هي كانت وقت الانقاذ استعملوها عشان خاطر ينقذوا بيها الجزيره. لكن الجزيره اللي احنا عليها دي اسمها جزيره شيجلك، مش جزيره فيلا زي ما الناس كلها فاهمه، عشان ناس كتيره فاهمه ان الجزيره دي جزيره فيلا. جزيره فيلا تحت الميه حاليا، لما اتبنى السد العالي، لما اتبنى خزان اسوان سنه 1902 تقريبا او 4، الميه بدات تعلى في الناحيه دي، فبدات تغرق الجزيره القديمه اللي هي كان عليها المعبد في وقتها. خزان اسوان اتعمل له 3 تعليات بعد كده، وكل تعليه كانت الميه بتعلى زياده. لما اتبنى السد العالي طبعا احنا كانوا مضطرين ان المياه كلها تبقى موجوده محجوزه في الناحيه دي ما بين خزان اسوان القديم وما بين المنطقه بتاعه بناء السد العالي. فالجزيره في الوقت ده غرقت تماما، ما كانش باين منها غير التيجان بتاعه الاعمده بس. فبعد الغرق الجزيره تماما طبعا الحكومه المصريه حبت ان هي تنقذ معبد فيلا، مش بس معبد فيلا، معبد فيلا وابو سمبل وكلبشه وكل المعابد النوبيه اللي كانت موجوده في المنطقه هنا. فطبعا استنجدت هيئه اليونسكو اللي هي جت عملت المشاريع بتاعه الانقاذ بتاعه المعابد دي. هيئه اليونسكو عملت زي مناقصات تمام لشركات اجنبيه ان كل شركه تيجي تنقذ المعابد دي. فكان احنا من نصيبنا هنا شركه ايطاليه جت هي اللي عملت مشروع الانقاذ بتاع جزيره فيلا. طبعا كان في خطوات للانقاذ ده لازم الاول تتعمل. الاول انا لازم الاقي جزيره تكون في نفس المنطقه وفي نفس المكان وتكون قريبه من جزيره بيجا اللي هي عشانها اتبنى المعبد. طب اللي هي بيجا اللي ورانا دي هناك دي، اللي هي هناك دي هي دي جزيره بيجا. خلاص فاحنا انت هتشوف كل حاجه، بس انت هتخلص الشرح الاول وبعدين انت هوريك انا كل حاجه حاجه بعدين تمام. طبعا كانت الشركه هي انسب جزيره في المنطقه هنا اللي هي الجزيره اللي احنا عليها دلوقتي. طبعا عملوا هي ما كانتش واخده نفس الشيب بتاع جزيره فيلا، فعشان كده اضطروا ان هم يعملوا لها شكل نفس الشيب بتاع جزيره فيلا القديم تمام. الشركه جت طبعا بدات من سنه 1902 1971 او 72 تمام. عملت ايه الشركه في الاول؟ اضطرت ان هي تعمل سور حديدي حوالين الجزيره القديمه كلها، وبعدين عملوا ضخوا الميه الزايده من جوه الجزيره لبراها عشان الجزيره القديمه تنشف تماما، وسابوها فتره عشان الميه تنشف تماما من الجزيره، عشان بعد كده نبدا بقى عمليات الترميم والتنظيف وتقطيع المعبد ونقل تمام. المعبد ده كله اتقطع ل 47,000 قطع حجري، 47,000 قطع حجري. كل قطع حجريه ادوها طبعا رقم عشان انا لما اجي اعيد بناء المعبد من جديد يتبني على شكله الاصل، زي البازل اللي هو زي البازلز تمام. طبعا المعبد كله اتنقل. الاول طبعا ودينا الاحجار دي جزء منها وديناها مخزن الشلال، اتعمل لها طبعا دراسه وتسجيل الحاجات دي، وبعد كده جابوها نقلوها من مخزن الشلال ومن جزيره فيلا لجزيره الشلال. الكلام ده كان سنه 1900 طبعا، خد الفتره من 1971 لحد 1980 مارس 1980 اتسجل معبد فيلا. اتسجل معبد فيلا كموقع للتراث. سجل كموقع اثر، كموقع تراث عالمي تمام، وافتتح في مارس 1900. يعني هو طب ليه ما غيروش طيب اسمه، خلوه مثلا جيجلك؟ لا الناس عارفه هو المعبد اسمه معبد فيلا نسبة الى الفيلا القديمة، الجزيرة بتاعته هو هيتسمى جيجلك، يبقى انا حاسه تماما معبد فيلا خلاص. نيجي بقى لمعنى كلمة فيلا. معنى كلمة فيلا مش أفيال، لأن في ناس كتير هنا بتيجي معتقدة إن فيلا دي معناها أفيال، لا طبعا خالص. فيلا معناها ليها الحرف الأول كانت بيلا في العصر الفرعوني، بيلات معناها الحد أو النهاية تمام. بعد كده جت في العصر اليوناني الروماني بيت فيلاي، فيلاي معناها في اليوناني الروماني معناها المحبوبة أو الحبيبة نسبة إلى إبليس طبعا، وقصة التضحية بتاعتها مع جوزة أوزوريس الوفاء والحب وكده. بعد كده اتحرفت في العصر الفرعوني بقت فيلا،
بنفس المعنى القديم اللي هو الحد او بعد كده في العصر العربي بقى اتسمت باسم انس الوجود نسبه الى قصه انس الوجود الشاب اللي كان بيحب فتاه بنت راجل غني وابوها محلفها هنا في الجزيره وقعد يدور عليها لحد لما لقاها وصاحب على كل الحيوانات هنا قصه خياليه طبعا صاحب على كل الحيوانات لدرجه ان التمساح من التماسيح عطف على حاله وراح نقله على ظهره وجابه على جزيره فيلا عشان يوصله لحبيبته تمام ولما جه هنا لقاها هي هربت عشان تدور عليه برضه المهم لما باباها عرف بقصه الحب العظيمه اللي ما بينهم راح متجوزهم لبعض كانت النهايه يعني سعيد طبعا انتوا حد عارف الاسطوره بتاعت ايزيس وزوريس ايزيس وزوريس يا شباب عارفين الاسطوره بتاعتها عارفين الاسطوره بتاعت ايزيس وزوريس المعبد هنا اتبنى لاوزوريس ثالوث المعبد اللي هو اوزوريس الاله الاب ايزيس الام وحورس تمام القصه بتاعت ايزيس واوزوريس هي اللي بتحمي ان هو كان في اربع الهه اخوات ايزيس واوزوريس وست ونفتيس تمام اوزوريس كان هو الجود جاي يعني مش فاهمين ازاي معايا يا جماعه كان هو الجود جاي اللي هو الطيب جدا العادي جدا اللي هو اوزوريس كل الناس بتحبه تمام طبعا كان الباد جاي اللي هو لان هو كان لها الشر الناس كلها كانت بتكرهه طبعا ست كان بيكره اوزوريس عشان كده عشان هو الناس كلها ليه بتحبه وليه ايزيس الجميله فضلت اوزوريس عليه هو لان ايزيس كان احلى من تمام فقرر ان هو يتخلص منه يتخلص منه ازاي عمل حفله كبيره وجمع كل الالهه فيها وجاب تابوت من الذهب وقال ان اللي هيجي على مقاسه التابوت ده هياخد تابوت هديه تمام طبعا هو من اول وصممه على قد اوزوريس تمام فنام كل الالهه محدش جه على مقاسه لما نام اوزوريس في التابوت راح التابوت نام كان التابوت على مقاسه فراح الست قافل التابوت ورميه رماه في النيل النيل طبعا التابوت اخذته الميه في ناحيه الشمال لحد لما وصل لبلاد شنخيا اللي هي تقريبا لبنان حاليا اوزوريس طبعا ايزيس عرفت القصه دي فاستعانت باله الشمس عشان يساعدها اللي هو رع قالت له انا محتاجه مساعدتك قام مديها اجزاء رع هو اله الشمس المشرق اله يعني هما كان عندهم كذا هيكل عندهم اله للشمس اله للميه اله للحب اله اللي كان عندهم الهه متعدده تمام فاستعانت بالها الشمس اداها اجنحه وبالاجنحه بتاعتها دي طارت في كل مكان قعدت تدور عليه لحد لما عثرت على التابوت في بلاد جنسيا طبعا رجعته لا طبعا دي خيال كلها فيري تيلز كلها اساطير فيك يعني مش هي بس فطبعا اله رجعته تاني واديت له الحياه تمام وحملت منه بالاله خالص طورس تمام على شكل الصقر اللي هو على شكل هنشوفه بعدين بعدين لما رجع ست طبعا عرف ان هو رجع تاني فقرر المره دي ان هو يتخلص منه تماما فراح قطعه ل 14 قطعه ورمى كل قطعه في مكان كان من نصيبنا احنا هنا قلب اوزوريس يقال اسطوره يعني بتقول ان قلب اوزوريس مدفون في جزيره بيجا اللي عشانها اتبنى المعبد هنا دي اساطير كلها اساطير طبعا فيك من الكهنه هم اللي كانوا عاملين شخصيات حقيقيه يعني ايزيس وزريس دي كلها شخصيات في الخيال خيال الكهنه ده كله برضه كله خيال طبعا يعني في حاجه مفيش حاجه اسمها لا انا اقصد الشخصيات نفسها يعني كانوا فعلا دول ملوك وكانوا ملكات لا دي كانت قصص مخترعينها الكهنه عشان يقنعوا بيها الناس طبعا طبعا اتبنى هنا المعبد عشان خاطر القبر بتاع اوزوريس المشهور هنا اتبنى المعبد لها ايزيس طبعا المعبد ده اتبنى من سنه يعني 300 سنه قبل الميلاد 300 سنه بعد الميلاد يعني اتبنى من قبل الميلاد ب 300 سنه بدا اقدم ملك ليه اثر هنا على الجزيره هو الملك طهرقه من اسره 25 وبعده على طول اللي هو بعد كده جه كذا ملك بعد كده جه ملك من عصر الاسره 30 هو نفتنك الثاني اللي هو المعبد بتاعه وراه من هناك ده المفروض ان هو اقدم اثرين في الجزيره والبوابه اللي ما بينهم طب اما الاله الاسره دي بقى دي
مش مين اللي فوق ده وش حتحور 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 دي حتحور حتحور هنا في ايديس هتلاقوها ملازمه دايما لايديس لان هي كانت زي الاخت الحبيبه ليها يعني بعد كده اصبحت زوجة فورس فيما بعد هي المرضعه بتاعت فورس واصبحت بعد كده زوجة احنا طبعا هنا قاعدين في الفناء الخارجي بتاع المعبد الفناء الخارجي ده كان اللي هو كان المفروض ان هو عامة الشعب وكل ما بتقول كل ما بتعلى الطبقه اللي بتبقى جوه تمام يعني هنا عامة الشعب في السطح الثاني اللي هو الفي اي بي زي ما بيقولوا احنا هنا اللي هنا الواحد اللي جوه في اي بي بعد كده القدس الاقدس ما حدش كان في القدس الاقدس غير الملك وكبير الكهنه فقط تمام هنمشي مع بعض عشان نكمل الرحله احنا عندنا هنا معابد كتير احنا عندنا حوالي 9 معابد او 11 معبد هنا الموجودين منهم في بقايا وفي معابد موجوده اللي هو معبد الملك نبتنف اللي ورايا ده في معبد ريحم نفر او اله الهواء شو تمام ورا صف العمدان اللي هناك ده وراه على طول في بقايا معبد مندوليس وفي معبد امحتب ومعبد حتحور ومعبد اغسطس ومعبد فردوس كل دول هنا في الجزيره بس في اللي بينهم في موجوده منه بقايا وفي منهم اللي هو مش موجود منه غير الفونديشن بس بتاع طب ليهم لما نعمل المعبد ما كملوش الاعمده؟ ما كملوش حبيب الاعمده لان الحاجات دي كانت مفقوده في الاساس. اصلا ما كانتش موجوده اتدمرت. تمام اللي مش موجود اتكمل بالترميم واللي ما قدروش يكملوه بالترميم سابوه. احنا عندنا هنا في الصف اللي احنا واقفين ده في البيكه الغربيه دي عندنا 32 عمود. هنا الناحيه دي؟ ايوه اللي هي الناحيه دي. كده 32 عمود اتجان بتاعه الاعمده طبعا مختلفه مفيش تاج شبه الثاني تمام ايوه مفيش تاج شبه الثاني ليه الكلام ده لان لما تروح الاقصر مثلا هتلاقوا اتجان بتاع الاعمده مصمطه مفيش فيها زخارف لكن هنا في زخارف لان لما دخل الفن اليوناني الروماني على الفن الفرعوني بقى فيه شويه خيال يعني احنا عندنا في الاعمده اللي احنا متعودين عليها اللي هي برضه مفتوحة أو مقفولة تمام لكن هنا لما جم الرومان أضافوا اللي هي القطع المعمارية بتاعتهم اللي هي الأبراص أضافوا على إيد عنب وأضافوا اللي هو البارمتريكس جميل قوي النقش بتاعها اه يعني هتحس في حياة أكتر من المعبد هي العمدان اتعملت طب بس دول العمدان دي ما في منها اللي هو فيه اللي ما اكتملش أو فيه اللي هو مدمر وفيه اللي هو عليها لان احنا من الناحيه الثانيه عندك برضه صف عمده من الناحيه الثانيه انا 16 عمود هتلاقي نصهم بنات ثمن استخرفوا من فوق بس يا عبد الرحمن طب ده يتعمل كمان كده بعوامل الشعريه لا مش عوامل الشعريه يعني بعد كده اصل بعد كده دخلت المسيحيه والمهم يعني مفيش شغل للمسيحيه لكن هي اتلقت على حالها هي اتلقت على حالها بس يا طيب العمود ده مش قد يعني بقيه ما هو ده ناقص يعني كل الاعمال كده دي المعابد دي موجوده ليها سنين طويله فاحنا في خلال السنين دي في حاجات كتير دلوقتي واقفين قدام الصرحين بتوع المعبد الصرحين الاول الصفوف الاولى بتاعت المعبد في معلومه عندي انا عايزه اقولها البوابه دي زي ما قلت قبل كده اقدم من الصرحين المعبد اتبنى في عهد الملك بطليموس الثاني اتنقش في عهد بطليموس بعد بطليموس 13 بدا يتنقش المعبد يعني. بطليموس ده رومان بطليموس بطليموس رومان رومان ورومان زي ما انتم شايفين احنا عندنا البوابه دي بوابه الملك مختلف والثاني هو اللي بناها بعدين اتعملت الشروح اللي من هنا ومن هنا زي ما احنا شايفين النقوش اللي على الصرحين اولا الصرح اللي من هنا ده عندنا وحورس وحتحور من ورا تمام هنا برضو ايزيس وهنا الملك بطليموس ال 12 وهو ماسك الاعداء وبيضربهم بالمقمعه بتاعته عشان الدليل دايما التصوير ده بيبقى على صروف المعبد دليل على القوه صح او دليل على ان انا ماسك زمام الامام ماسكهم من شعرهم وهم راكعين على رجليهم تمام راكعين على ركبهم وهو بيضربهم بالمقمعه اللي هي العصايه زي العصايه اللي هي
الباتون. خلاص اللي من فوق برضو عينا المناظر كلها اللي في المعبد مناظر تقليمات، هتلاقوا الملوك باختلافهم بيقدموا قرابين في الآلهة، بيقدموا قرابين بالتحديد لإيزيس وأوزوريس وأوريس، لأن هم الثالوث بتاع المعبد. عندنا هنا فوق الملك بيقدم طبعا قرابين لأوزوريس ووراه، من الناحية الثانية الملك بيقدم قرابين لإيزيس وحورس. تمام، هندخل بقى مع بعض هنا. طبعا الاسدين دول التقليد اللي هو الشهير لفرعون، الاسدين دول هم حمايه للمعبد اللي هي من العصر الروماني، معموله زي حمايه للمعبد. بس المشوش بتاعتهم مش موجوده بقى، ده بقى مع الوقت يعني في ناس بتيجي ده وبتمشي، ناس بيتدمر مع الوقت، مفيش حاجه. هو في العصر المسيحي لما جه العصر المسيحي المعبد اتعرض لتدمير شديد. السكراتش اللي انتم شايفينها دي كلها على المعبد، اللي هي التدمير ده كان في العصر المسيحي. او يعني انا مش برضه ما بكذبش، لان علم الاثار ده علم متجدد، يعني ممكن تجيني حقيقه بكره تغير لي كل الحاجات. كل اللي كان معروف دي اللي هو السكراتش اللي على التمثال اللي على النقش بتاع ديس، ممكن يكون عشان هو هيعيد تاني اللي هو النقش بتاعه. او في مقوله بتقول ان مسيحيين، بس هو في الغالب هو كان العصر المسيحي، لانهم كانوا عايزين يقضوا على الوثنيه تماما طبعا في العصور المسيحيه. انا عشان مثلا ما جددش فكره الرجوع للوثنيه تاني عند الناس اللي دخلت في المسيحيه، فراح ادمر الايه؟ الوثنيه، ادمر الالهه او اشكال الملوك واشكال الالهه اللي موجوده. عندنا هنا برضه في حاجة مهمة جدا، اللي هو النقش بتاع الفرنسي بتاع حمل الحملة الفرنسية. أثناء الحملة الفرنسية كان في جنرال اسمه جزيه ده كان بيطارد المماليك، تمام، اللي هو أثناء الحملة الفرنسية جنرال جزيه. أثناء الحملة الفرنسية، حد يقول الحملة الفرنسية بما إن أنتوا درستوا قبل كده سنة كام كانت؟ تمام. لما جت الحملة الفرنسية على مصر، كانت طبعا المماليك الفرنسيين فكانوا بيطردوهم لحد فكانوا بيطردوهم، فوصل معاهم جنرال اسمه جنرال جزيه لحد هنا وطردهم على حدود مصر. فهو معدي على المعبد، راح كتب اللي هو التيكت الانتصار او التيكت التحية للمعبد الانتصار، عشان يتأكد ان انا طردت المماليك ووصلتهم لحد الحدود بتاعت البلاد. تمام يا جماعة، في الفناء الثاني. تمام، الفناء الثاني بتاع المعبد زي ما قلت لكم قبل كده، ده اللي هو الفي اي بي. خلاص، ورانا كده هنا هنلاقي صف أعمدة برضو، ووراه أوض. الأوض دي كانت تستخدم للتخزين، تمام، كانوا بيخزنوا فيها القرابين، وكانت تستخدم كمان ساعات يتحط فيها الكتب. تمام، من الناحية الثانية طبعا ورانا اللي هو الناحية دي الرميزي. الرميزي ده اللي هو بيحكي قصة ولادة حورس، ولادة الإله حورس. هنلاقي هنا 7 عمدان، 1 2 3 4 5 6 7، وفي منظر اللي هو 7 حفرات، كل حاجة 7. تمام، اللي هو ايه بقى ايه؟ تمام، لو بصينا في الوش بتاعها تكون العمود من فوق، هنلاقيها في اول عمود. الشاطر جدا هيلاحظ يعني اول عمود هنلاقيها مبوزه خالص وزعلانه. تمام، هتطلع من عمود لعمود، هتلاقيها بتبدا تسحب 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 لحد لما توصل لاخر عمود، هتلاقيها مبتسمه تماما. بعد الولاده؟ ده مش بعد الولاده، ده بعد الولاده. بعديها بيقول لك العيل لما بيتولد 7 ايام عدوا عليه، يبقى العيل ده صحته كويسه. فهي ال7 ايام الاولى بتبقى اول يوم طبعا قلقانه، كل ما يعدي يوم بترتاح شويه، لحد 7 يوم طبعا بتبقى خلاص انا ابني كده عدى مرحله. تمام، هنكمل بقى مع بعض. دلوقتي احنا داخلين على صف الاعمده. صف الاعمده دي اتحولت في العصر المسيحي وبقت كنيسه. لما كان المسيحيين، لما ظهرت المسيحيه طبعا كلكم عارفين يمكن المعلومه دي، المسيحيين كانوا مضطهدين من اليونانيين ومن الرومان، فكانوا بيهربوا للمعابد وكانوا بيهربوا للكهوف والجبال. فجم كانوا موجودين هنا في معبد فيلة، استخبوا هنا وحولوا. وبعد كده لما جه امبراطور اسمه الامبراطور جوستينيان، لما اعترف بالمسيحيه فتحول المعبد بقى كنيسه.
تمام. لما هندخل جوه هنلاقي المعبد، هنلاقي طبعا الصلبات اللي شايفينها اهو هنا ومن هنا، وجوه على كل عمود من الصلبات هنلاقي النيش اللي هو كان بيتحط فيه الشموع بيتعمل قدامه تراتيب الصلوات، واللي هو الالتر او المتر كان موجود اصلا بس اتنقش عليه الصليب يعني. تمام. فتحولت بقى في العصر المسيحي كنيسه. هنلاقي طبعا التنوير بتاع المسيحيين مرفوض كده ومرفوض تحطينه في كل الحيطان، بس جوه هنلاقي اكتر. احنا قلنا كانوا بيعملوا كده ليه؟ كانوا بيعملوا كده عشان لما يخلوش الناس تحس ان الوثنيه تاني، لان هم كانوا متعلقين جدا بايديهم. فهو كون ان هو واحد وثني دخل في المسيحيه، لما يجي مثلا في يوم من الايام يصلي او يحن يشوف حاجه الاصنام او الدنيا، لا ما خلاص بقى ايه تمام يعني تمام. ده برضه ده كتير. المعبد قعد، المعبد فيلة هو اخر معبد كان بتتعبد فيه لها قديس على مستوى مصر كلها يعني. اخر مكان كانت بتتعبد فيه قديس، لان كانت المسيحيه كلها دخلت مصر ما عدا هنا، قعدت لحد وقت طويل قديس تتعبد هنا. فده كان اخر معاقل الوثنيه في مصر تمام، لحد لما ظهرت المسيحيه طبعا وانتشرت واتقلب المعبد بعد كده بقى تمام. هندخل دلوقتي على صاله الاعمده اللي هي كانت صاله الاعمده وتحولت بعد ايه؟ صاله الاعمده زي ما قلت لكم قبل كده هي تحولت بعد العصر المسيحي كنيسه. Thank you.
المكان الاصلي للمعبد هناك اهو سكن. تمام شايفه؟ بصي كده هناك، شايفه العمدان اللي طالعه من الميه دي هناك؟ ده معبد فيلا الاصلي. مروان ده معبد فيلا الاصلي اللي هناك. اوعى يا احمد. الجزيرة دي اسمها ايه؟ شلكة. جزيرة فيلا القديمة هناك. شايفين اللي هناك؟ فيها حد بيعرف يعمل زي؟ كان فيها واتنقلت كلها هنا. خلاص؟ بعد كده عندنا هنا معبد حتخور نعم حبيبتي. قاعدين والله في كتير عندنا احنا. هو علق في جوه بس. طيب بصي عندنا هنا حتخور، معبد حتخور تمام، اللي هي الاله حتخور اللي هي ربة السعادة طبعا، اللي هي افروديتي عند اليونان والرومان. كانت حتخور بالنسبة للرومان زي افروديتي عندهم. خلاص فعملوا لها المعبد ده، هي كانت ربة السعادة طبعا من ورا. فده معبد حتخور. احنا هنا في معبد فيلا انا شخصيا يعني بسمي المعبد ده اللي هو الديسكوتيك بتاع المعبد. يعني ليه بقى؟ هتدخلي فيه من جوه هتلاقي كل المناظر اللي موجوده جوه المعبد، مناظر عزف وموسيقى واغاني، وهتلاقي بس مشرفنا هناك. خلاص طب يلا نروح. يلا بينا. هنا هو اسمه الثاني اللي هناك ايه؟ هو معبد حتخور. ده اللي هناك خالص ده اللي هو تراجان كيوسك او كشك تراجان اللي هو بناه الامبراطور تراجان. ليه اتبنى الكشك ده؟ اتبنى الكشك ده لان حتخور لما كانت بتيجي تزور ايزيس هنا في فيلا كان المركب بتاعها المفروض بيركن في الكشك ده، يعني هو زي بارك كده. دي اللي هي الجانب الاسطوري. اما الجانب التاريخي طبعا ان هم اليونان والرومان كانت الوحده المعماريه دي مشهوره جدا عندهم اللي هو البرجوله، زي برجوله كانوا بيقعدوا فيها كده للراحه. ده اخر جزء في المعبد وده اكتر حاجه علامه مميزه لمعبد فيلا عندنا. يلا بينا نروح على الديسكو. تمام يلا بقى عشان ننزل على الديسكو. المعبد ده اتعمل للاله حتخور لان حتخور كانت بتعادل عند الرومان والمغرب، كانت بتعادل تمام، وهي كانت ربة السعاده والمرح. فاتعمل لها المعبد ده زي كل المناظر اللي موجوده في المعبد هنا، مناظر غنى ورقص وآلهة بتعزف على آلات مختلفة. عندنا هنا أهو الإله بس بيطبل على الدف، عندنا هنا الملك بيقدم الأزهار لنفتيس. هي دي حتخور؟ لا دي نفتيس مش حتخور. وعندنا هنا الملك بيقدم الصلاصة هنا برضو للآلهة، وعندنا بس بيعزف على آلة الهار، عندنا آبي بيعزف على آلة الكسارة. تمام وهنخرج بعد كده هو البقايا المعبد اللي من ورا. ده الكشك بتاع تراجان زي ما قلت قبل كده، اللي هو بناء الامبراطور تراجان، واتعمل زي بارك للمركب المقدسه بتاعه الاله حتخور لما كانت بتيجي تزور ايزيس هنا. لكن هي الوحده دي اصلا المبنى ده، الوحده دي كانت مشهوره جدا عند اليونان والرومان، كانت زي ايه؟ زي نظام برجوله للاستراحه، يقعدوا فيها عشان الراحه. كانت بتبني كشك زي كده من غير ساعه.